أهم الأخبار الرياضية نشوفهم tout de suite. سباق ميراج الجريد وهو أول ماراثون وعر امتد على 100 كيلومتر أقيم السبت الماضي في الصحراء التونسية وأشرفت عليه جمعية ألترا ماراثون بتونس. السباق الذي انطلق من منطقة عنق الجمل بنفطة من ولاية توزر شارك فيه 58 عداء من 12 جنسية. وفي صنف الرجال فاز العداء المغربي محمد المرابطي بالمرتبة الأولى بعد قطعه لمسافة 100 كيلومتر في 8 ساعات و49 دقيقة، ليه التونسيان راشد الصغير وعلي بن عمر، في حين حققت التونسية إيمان بن سالم المرتبة الأولى بعد قطعها لمسافة 100 كيلومتر في 14 ساعة و12 دقيقة. نرجع الموضوع.